على الضفة الشرقية من النيل الأزرق بولاية الجزيرة تقع محلية شرق الجزيرة. هذه المعدية تعد السبيل الوحيد للعبور لتلك الضفة متجهين لمدينة رفاعة حاضرة محلية شرق الجزيرة التي اشتهرت بتعليم البنات واشتهر أهلها بطيب الأخلاق وحلاوة المعشر. تركناها متوكلين على الله إلى قرية ود الحسين التي تقع في الجزء الشمالي من محلية شرق الجزيرة. في طريقنا إليها وجدنا العديد من الماشية تسعى من مكان إلى مكان بحثا عن الماء والكلى، فضلا عن قرى عديدة منتشرة هنا وهناك تستنشق عابرة الهواء الطلق. ها هي قرية ود الحسين تتراءى في الأفق. دخلناها فوجدناها مثلها مثل كثير من مناطق السودان، فهي من المناطق التي تعايش فيها الناس بروح الإلفة المتألقة والانسجام التام والأريحية الكبرى التي يحسها المرء عند معاشرته للكبار والصغار. اشتهرت هذه المنطقة بالحرف اليدوية التي عودتهم على الصبر والتكافل الاجتماعي، ولعل أهمها الغزل والصناعات الجلدية. نصر الدين من سكان ود الحسين ورث مهنة الغزل والنسيج عن أجداده، فأصبح يعتمد عليها اعتمادا رئيسا في توفير حاجيات الأسرة، فضلا عن كونها الملاذ الآمن له. فهذا الرجل يقضي أوقاته مع أسرته الصغيرة، يتناول معهم أطراف الحديث بين الفينة والأخرى، ومن ثم يعاود العمل في هذا المكان المتواضع، يصنع من هذه الخيوط المبعثرة منتجات أصبحت أكثر رواجا عن مثيلاتها. ولما كانت المنطقة تعتمد على هذه الصناعات، فكان لابد من أن يلعب أبناء المنطقة دورا في تعليم هذه الحرف لبنات وأبناء المنطقة بغرض المحافظة على تراث الأجداد من جهة، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بجعل الجميع يدخلون في دائرة الإنتاج من جهة أخرى. أما صناعة السعف فهي أصبحت من الحرف التي نافست الحرف الأخرى بالمنطقة، فالحاجة فاطمة تقوم بإحضار المواد الخام لتصنع منها بعض المنتجات التي صارت مصدرا بديلا لعدد ليس بالقليل من سكان ود الحسين. أما فتح الرحمن الأمين الذي تجاوز العقد الرابع من عمره ورث مهنة الصناعات الجلدية عن أجداده، فأصبحت مهنته الأساسية بل الحرفة الرئيسة لغالبية سكان ود الحسين الذين يقومون بصناعة مختلف أنواع المصنوعات الجلدية ويستخدمون جلود الأبقار والماعز والثعابين وغيرها. فالمنتجات الجلدية التي تصنع في هذه المنطقة كثيرة الأنواع، يستخدمون في صناعتها كل ما هو جديد بهدف الحفاظ على مكانتها لدى المستهلك في السودان، خاصة أم درمان هو مدني التي تعد السوق الأكثر استهلاكا لهذه المنتجات. فالمنطقة أصبحت قبلة للمهتمين بالتراث الشعبي من داخل السودان وخارجه، سيما وأن أبنائها حريصون للمشاركة في كل المهرجانات المحلية والقومية بهدف عكس هذه المنتجات وعادات هذه المنطقة. ورغم قساوة حياة البادية، إلا أن ذلك لم يثن المواطنين في ود الحسين من الاهتمام بالأدب، فظلوا يستعملون في شعرهم لغة وسطى، وذلك بمزج اللغة العربية باللهجات المحلية المؤثرة، معبرين عن تقاليد وعادات المجتمعات، خاصة أهل البطانة الذين تميزوا عن غيرهم بدقة الوصف. صيف انصرف جان الرشاش وهبايبو، وبراق البلوح الحر طفاها لهايبو، رفوا لاح ورضمهم فوق قصينا سحايب وصب ماي كثير والشيخ فناها دبايب. وعلى الرغم من التقليدية في تصنيع هذه المنتجات، إلا أن كثيرا من دول العالم قامت بتطويرها وأصبحت مصدرا من مصادر الدخل القومي.